أهلا بيك، وينك؟ ليش تعب؟ الحمد لله، تو كملت سليم. تقبل الله. اسمع، مش قلك كان مشي نعمل قهوة؟ من أمانك العمل صالحة بيه يمكن حضر روحي في ساعة ونجي. يا أخي ما خدمش اليوم؟ لا ما عناش خدمة اليوم، حق على بكرة الخدمة. عنا في الوجيه تعرف كان يتم شو ندخلوا منه برشا فلوس. إن شاء الله ربي يسهل. أول حاجة باش نعملها بعد البروجي هذايا طول نجي نعطي في الكلمة. أمبوزيم، ما تصورش قداش فرحتني تحكي بردك. قبل هذا الكل لازم تتفاهم مع أمك وتقول لها اللي أنا راني نحب نقبلها باش تعرف اللي أنا سيريو وناوي عليك في الخير. ميرسي تصورش قداش فرحتني. مرحبا بيك، مرحبا بيك، إن شاء الله بعرف خير. عاشك تا ربي يخليك. كما تعرف انا ايه نحبها وناوي عليها في الخير، هاني قاعد نلم بشويه بشويه في الخدمه نتاعي، وزيد عندي بروجي قاعد نخدم فيه عندي برشا، وان شاء الله باش ندخل منه برشا فلوس، ودوم ما تتم الحكايه نجيب الوالده والولد ونعمل خطبه ان شاء الله. ان شاء الله ربي يسهل، ان شاء الله اللي فيه الخير والرضا، ان شاء الله ربي يسهل فيه نعرف كوريل نظيف وخدام، وان شاء الله ربي يسهل في الخير. ان شاء الله مرحبا بولدي، والفايده تبدا انت وياها متفاهمين، وان شاء الله يصير كل الخير. مرحبا بفضلك انت، وان شاء الله نكون عند حسن الظن. سمعت بيا ونعرف كلية بتربي ولد ناس، وان شاء الله وهي وتعرف عندي فرد كعبه ما عنديش غيرها، ان شاء الله ربي يسهل في الخير وكذا. تهلا تهلا ان شاء الله بترى مني كل الباهي. مرحبا ان شاء الله. شو قولك يا ياسين، تعب على الاخر من الخدمه وزيد مازلت ما صليتش. اي ليك لاي، مش مشكل حبيبي. اسمعني، يجي بعدية تنام مقاول انا نقعد. باهي فكرة، ليك لاي حتى عكسي. واضح خويا. ايه هذا شنو عندك جديد خويا الغالي؟ والله يا باترون حالة معايا بريديت، ترقيت في الخدمة وكمل البنكة قبلت لي دوموند تاع القرض وباش نحل البروجي نتاعي صح. اي ربي يسهل خويا. عايش خويا، اما ياسين نحب نقول لك حاجه، ما تحسش روحك ياسر مقصر مع ربي؟ ريت شوف انت توا كيفاش ربي يعطيك خير ومعناه، فما بالك كان تزيد تعطيه حقه وتولي تصلي كل شيء، تشوف ظروفك كيفاش تزيد تتحسن. نعرف يا ابو حميد نعرف، ما والله العظيم ما عنديش وقت جمله واحده توا اللي تشارجي اكثر بزيد ترقي. الفايده انت انه ربي يهديك تعرف يا معلم، عندي ليك سربريز باش توقف لك مخ، باش تقول لي منين جبتها وكيفاش لقيتها. ان شاء الله خير. شنو هي؟ هي مليح يابطة يا باترون، هاي جايه في الصينيه، وقولي شنو رايك؟ ما نعرف لو بيعتك الكل ما هذه البيعه هذه ماهيش مقطعه خويا، تشوف وتذكر. ان شاء الله خير. بيع على الخر كيف بيتزا
شاطو جاد حميد مني تجلالك توا هاك تكلم بعيد حاجتك بها بالرسم يا اخي حياتك خايبه اخويا استنى استنى جاتو جات انتي ومقعدني في قاعدة تاع شراب. صحيح اخويا الغلطة مني انا، وانا صاحب سوق وولد حرام، اما انت نهار كامل تدعي بالدين وتحرض فيها على صلاتي حتى صلتك ما عادش تصلي. وينك نهار كامل ربي ربي وينك تو؟ خويا انا صحيح فاسد وصاحب سوق وكيما تحبني، اما ويني شخصيتك؟ وين الشيء اللي مقتنع بيه؟ في الهواء. وتوا بنمشي نقعد فيها وحدك صاحبي، فماش ما تراجع روحك وتيزي من النفاق نتاعك. الانسان هو اللي حطم روحه. انا اليوم ليزي غضبت ربي وحطمت حياتي بعد ما كنت نصلي وقريب لربي. شخصيتي طلعت ضعيفه، هي وكلام صاحبي ياسين طلع كله صحيح. شخصيتي ضعيفة وفيسع ما مالت للفساد وللشراب، وعقاب ربي كان كبير برشا عليا وقاسي. أنا اليوم خسرت أكثر إنسان نحبه. آه